انطلاقة، شوط جديد ينطلق، والكلمة لك بو مهرة. بسم الله نبدأ وعلى بركة الله نستعين. مشاهدين الكرام، متابعين الأفاضل، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نتابع معكم في هذه الأمسية منافسات سن اللقاية ضمن فعاليات هذا المهرجان السنوي، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث انطلق تاسع الأشواط في هذه الأثناء وفي تحديات هذه الأمسية الرائعة. من ميدان الشحانية نتابع ونصف لكم هذه المنافسات المسائية، شوط خاص بالإبكار والجائزة سيارة بانتظار أحد الأسماء المنطلقة هنا بين جنبات هذا الميدان. نسير مباشرة إلى مقدمة الشوط لنعلن المراكز الخمس، ونبدأ مع المركز الأول مباشرة إلى الصدارة والمقدمة. هذه أخلاق مشاهدينا الأعزاء اللي استفتحت الإذاعة وتقدمت على مقدمة الشوط بشعار سعد بن مبارك الباد النعيمي، من يقدم لنا أخلاق على مقدمة الشوط. المركز الثاني، ولكن هناك تغيير من مودة، هذا شعار الهادي اللي اقتحم مع الصدارة مباشرة من خلال تقدم مودة. السعيد بن عبد الهادي الشهواني بدأ يقدم لنا مودة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول مع ثاني المراكز. مشاهدين الأعزاء، نتابع أيضا التحرك في هذه اللحظات والتقدم من مهامه اللي وصلت في هذه اللحظات بشعار جار الله بن حمد بن جهويل المري، من يقدم لنا شعاره في هذه اللحظات. وفي المركز الثالث، او تابع الاسم القادم، او تابع الاسم الذي بدأ يتقدم في هذه اللحظات في تحديات ومنافسات هذا الشوط. ما شاء الله، تحديات كبيرة، اثارة تحضر هنا على ارضية الميدان. هذه غارة مشاهدين الاعزاء، حمد بن نصيب بن سهيل العامري بدأ يقدم لنا غارة في هذه الغارة المسائية في اشواط وتحديات هذا المساء. المركز الرابع، نشاهد ايضا متابعين الكرام الاسماء القادمة والمتحركة في هذه اللحظات اللي وصلت وتقدمت. مشاهدي الاعزاء، روعة احمد بن مطر بن مايد الخيلي مدى يقدم لنا شعاره. نتابع ايضا الانطلاق الجميل في هذه اللحظات من العزرة، سالم بن كرامة بن عيضة العامري اللي قدم لنا شعاره. الاسماء واصلة، تبادل المراكز سريعة. مشاهدينا الاعزاء، نشاهد من خلال هذه الاشواط المسائية لمن الفوز والناموس والانتصار. السيارة بالانتظار العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى المركز الأول، إلى تحديات القمة. هذه مشاهدينا الأعزاء اللي تتقدم على الصدارة. هذه مهام مشاهدينا الاعزاء على مقدمة هذا الشوط. جار الله بن حمد بن جار الله بن جهويل المري، من يقدم لنا شعاره على البداية الاولى. ولكن شوف التدخل، ياهي منافسة مع امتار هذا الشوط. نشاهد ايضا الاسم القادم والمتدخل الكايدة، محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان، شعار الصعب اللي بدأ يقدم لنا الكايدة في هذه اللحظات على المركز الاول. المركز الثاني، هنا تواجد العزرة، سالم بن كرامة بن عيضة العامري من يقدم العزرة على المركز الثاني. وفي ثالث المراكز، غارة حمد بن نصيب بن سهيل بن محمد العامري، ولكن شوف الاسم الواصل، وصلت محبة صالح بن محمد بن سالمين العامري قادم هنا ليقدم لنا محبة. نتابع ايضا التواجد من شعار الفيلسوف مع روعة احمد بن مطر بن مايد الخيلي، بدأ يقدم لنا شعاره في هذا الاداء الجميل على المركز الخامس. ولكن شوف هذا الهجوم، وتابع هذه الاسماء القادمة والمنطلقة، 1500 متر عن خط النهاية، العودة الى صدارة الشوط، العودة الى المركز الاول.
العودة إلى مقدمة الشوط والمركز الأول لنتابع التقدم هناك مشاهدي الأعزاء. من الكايدة محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان شعار الصعب، من يقدم الكايدة؟ من يقدم الكايدة في هذا الشوط باحثة عن الفوز وعن الناموس والانتصار؟ هنا نتابع المركز الثاني التواجد من العزرة سالم بكرامة بن عيضة العامري، من يقدم العزرة على المركز الثاني؟ في ثالث المراكز نتابع محبة صالح بن محمد بن سالمين العامري اللي قدم لنا محبة، ولكن نشاهد ايضا التواجد مشاهدينا الاعزاء والانطلاق الجميل هناك مع هذا الاداء من مهام جار الله بن حمد بن جهويل المري، ولكن شوف الاسم الواصل والمتقدم في هذه اللحظات، ياهي معركة ياهي معركة بين هذه الاسماء، شوف الاسم الواصل في اول ندى، هذه هي غادير محمد بن كردي بن طالب الملخص المري، اول ندى وشعار صايد الرموز بدا يتقدم في هذه اللحظات من خلال وصولي وتقدم مرحبا مرحبا يا مرحبا منصور بن محمد آل سيف الخيارين قادم شعار صايد الرموز ليقدم لنا مرحبا، ولكن التحرك من اخلاق السعيد بن مبارك بن محمد الباد النعيمي الواصله في هذه، او سعد بن مبارك بن محمد الباد النعيمي من يقدم اخلاق في هذا الاداء الفنان، الاسماء واصله التحديات، شوف الاسم القادم على ما يبدو شعار بن شعبول الواصل في هذه اللحظات مع المركز الرابع، ولكن هنا صايد الرموز مع مرحبا، الله يا مرحبا على مفارقة تسير بمقدمة هذا الشوط مع الانطلاق الاول، سلام يا مرحبا سلام، السلامات الى العوين، اسعد الله مساكم، هذا شعار صايد الرموز يقدم مرحبا، اسم جميل ومميز، مرحبا يا مرحبا بهذا القدوم الجميل في الامتار الذهبية، سلام يا مرحبا سلام، سلام العوين سلام، سلام صايد الرموز سلام، لحظات الوصول الى خط النهاية، بطلة متوجة بناموس هذا الشوط، تهانينا والناموس لمنصور بن محمد السيف الخيارين على فوز مرحبا بالمركز الاول وانتزاع ناموس هذا الشوط. المركز الثاني كان الوصول من ندى علي بن مسعود آل شعفول المري، وثالث المراكز المركز الثالث وصلت اخلاق لسعد بن مبارك بن محمد الباد النعيمي. المركز الرابع كان من نصيب وسام لسعيد بن محسن ببخيت السلمي العامري، والمركز الخامس وصل التاريخ لسليمان بن سلام الفايد الجهني. هذه النتيجة مشاهدين الكرام متابعينا الى فضل، ولكن شاهدنا مرحبا بطلة تتوج بناموس هذا الشوط والتي وصلت في الامتار الذهبية لتتقدم بشعار صايد الرموز سلام يا صايد الرموز سلام. 7:39:16 جزءا من الثانية هو التوقيت الزمني المسجل مع مرحبا، تهانينا لمنصور بن محمد آل سيف الخيارين على فوز مرحبا بالمركز الاول وانتزاع ناموس هذا الشوط، بينما ثاني المراكز اللي وصلت في اللحظات الاخيرة مشاهدينا الاعزاء كانت هناك ندى بتوقيت 7:41:42 جزء من الثانية، تهانينا لعلي بن مسعود آل شعفول المري على فوز ندى بالمركز الثاني، اما ثالث المراكز فكان الوصول من اخلاق بتوقيت مقداره 7:41:82 جزء من الثانية، تهانينا لسعد بن مبارك بن محمد الباد النعيمي على فوز اخلاق